مساء الخير يا شباب، مساء الخير على كل الناس اللي بتحب الفن وبتحب الرسم تحديدا. معاكم عماد نخلة. النهارده جاي اديكم فيديو جميل جدا وعرفك ازاي انك تطلع الشخصية اللي قدامك في بورتريه او في رسم. كتير مننا بيبص للوش اللي قدامه حتى مع اصحابه او مع عيلته، بيعرف اذا كان حزين او فرحان او زعلان او اي ملامح عليه بتنضح اللي هو جواه ايه. من اهم الحاجات او من اهم العناصر اللي في الوش اللي بتعرفنا الكلام ده كله كويس جدا العينين والحواجب. في الفيديو ده او في البورتريه دوت انا اخترت الحواجب ان انا اتكلم بيها، بل بالعكس ده الحواجب هي اللي اتكلمت وقالت لي الشخصيه عامله ازاي. واكبر دليل على كده البورتريه دوت الفنان العبقري الجميل جدا الله يرحمه عادل ادهم، راجل عظيم جدا وبيعرفنا ازاي ان هو بيطلع اللي عايز يقوله من غير كلام، من غير ما يتكلم عرفنا ان هو بيعمل دور شرير. ومن اكبر الدليل على كده الحواجب. النهارده انا ركزت جدا في الحواجب ان هي بتتكلم وبتطلع لك الشخصيه عامله ازاي. وعلى فكره مش الحواجب بس ولا العين بس هي اللي بتقول، بل بالعكس ده ممكن ملامح وشك، بل بالعكس ممكن لغه الجسد كلها هي اللي تقول الشخصيه عايزه تقول ايه او تطلع لك الشخصيه عامله ازاي. لكن انا اخترت النهارده وركزت جدا في الحواجب علشان الحواجب منها ملامح او هي من الملامح الواضحه جدا في انها تعرفك الشخصيه اذا كانت عامله كده وعامله كده او عامله كده. فاحنا بنعرف ازاي الشخصيه اللي قدامنا من الحواجب، يمكن عليها عامل كبير جدا انها تعرفك اللي قدامك بيبقى عايز يقول ايه. واكبر دليل على كده البورتريه اللي قدامنا ده النهارده الحواجب هي الرئيسيه او هي البطل في البورتريه دوت. عشان ما اطولش عليك تعالوا نشوف الفيديو عملناه ازاي وعرفك ازاي ترسمه. وياريت لو عجبك الفيديو انك تدوس لايك الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناة عشان نوصل لبعض باكبر شكل ممكن. ويلا بينا بقى عشان نشوف التجربة العملية بتاعتنا النهاردة. ورجعنا لكم تاني يا جماعة مع البورتريه الجميل جدا اللي احنا اتكلمنا عنه النهاردة في المقدمة بتاع الفنان الكبير عادل ادهم. طبعا انا هبدأ بالبيزك بتاعنا الطبيعي جدا بتاع الكورة والجزء اللي عامل زي الكوباية تحت ده. فعلا الحواجب من الملامح اللي بتدي، وهنعرف دلوقتي واحنا بنرسم، اللي بتدي فعلا انطباع عن الشخصية او شخصيتك عاملة ازاي. زي ما احنا قلنا في المقدمة ان شايفين الحواجب، يعني احنا هنختصر او هلخص لكم البورتريه دوت. بصوا في كام خط كده هتفهموا حتى من غير ما اكمل بورتريه انا عايز اقول ايه. شايفين؟ بصوا يعني ده البورتريه انا شايف ان هو يتلخص ملخصه في الكام خط دول بالظبط، وهتعرفوا دلوقتي انا اقصد ايه. شايفين بقى؟ بصوا كده 1 2 3 4 اربع خطوط بينولي ملامح الشخصية عاملة ازاي، او بينولي الشخصية عايزة تقول ايه، او ما تحويه الشخصية. بمعنى ان 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 لما نركز مع الحواجب العين مع الحواجب هيديني الشخصية شريرة، طيبة، قوية، ضعيفة، زعلان، بيضحك، فرحان، بشوش. كل ده اتكلمنا عنه في بداية الفيديو، وهو ده مثال حي اللي انا بقوله. اكبر دليل ان انا من قبل ما اكمل الفيديو او قبل ما اكمل البورتريه لقيت ان الملامح الشخصيه وصلت. شايفين؟ ادتني منظر شرير، وده اللي احنا بنحكي فيه يا جماعه. وارد جدا يكون ملامح تانية ببساطه تانية تديني ملامح حد طيب او حد وشه مريح مثلا للعين. يعني نكمل بقى باقي البورتريه، في حين ان احنا كده اصلا انا شايف ان انت من غير ما تكمل بورتريه انت وصلت للي انت عايز، الهدف اللي انت عايز توصل له. طلعت الشر اللي جوه الشخصيه او طلعت الشخصيه عايزه تقول ايه. فتعالوا نكمل البورتريه ده، لان البورتريه جميل جدا جدا وتقيل قوي وقيمه. يعني فعلا الراجل ده على فكره حقيقي من الممثلين العظماء جدا. والراجل ده بس يقال ان هو في الحقيقه كان طيب، يعني يقال كان طيب جدا وهو في حقيقته يعني. طبعا لكن مشهور عنه في السينما ان هو كان شرير وبيأدي ادوار الشر، ف
فلذلك احنا اخترنا الشخصية دي اللي هو عاملها. بصراحة مش متذكر هو فيلم ايه بالأمانة، لكن بصراحة لا بورتريه حلو جدا جدا ودسم قوي، لكل فنان حابب ان هو يتمرن على تعبيرات الوش. وهو شايفين بقى بدأت الدنيا تظهر، شايفين يا شايفين مكشر ازاي عامل ازاي. انصح الناس كلها ترسمه بصراحة، تدرب ايدك على أهو. انا بكل بساطة طلعت الموضوع، يعني طلعت الدنيا عاملة ازاي مع باقي الملامح بقى، المناخير وحتى ابتسامته الشريرة، حتى تعبيرات وشه كلها، بقه. طبعا انا بحترم برضو النسب والمقاسات بتاعتي انا، عشان دي اساسا ده قواعد عامة احنا لازم نكون عارفينها. طبعا هنا انا هعمل الفراغ اللي بين الشفتين، عايزكم تركزوا معايا، هيطلع لي الشفة وادي الشفة اللي تحت، بجد انا مستمتع جدا وانا بعمل البورتريه دوت. تقريبا خلصت البورتريه، يعني انا طلعت الشر اللي في البورتريه. طبعا انا مش عايز اقول كلمة شر دي كتير، لاني انا بس عايز اوضح بيها شرح، لكن هو راجل كويس جدا ومحترم جدا وعظيم جدا وعبقري جدا في التمثيل يعني، وكان طيب جدا، وانا اصدق ان هو كان طيب جدا في الحقيقة بصراحة. لكن ادوار الشر هو ده ما دليل اللي هو راجل بيحب شغله كويس جدا وفنان فيه جدا يعني. تقريبا كده البورتريه خلص، يعني انا طلعت كل الملامح اللي انا عايزها، فخلاص مش عايز حاجة تاني، بس هنكمله مع بعض علشان نوصل للنتيجة. أوقات أنا ممكن أسيبه كده خلاص، أنا طلعت يعني، أنت طلعت باللي أنت عايز توصله، سيبه بقى خلاص. أنت يعني ده حابب كده خلاص سيبه. إحنا نكمله مع بعض. بصراحة يعني فعلا من البورتريهات اللي لاحظت فيها فعلا النقطة دي، ان انت ممكن تطلع ملامح الشخصية من ابسط حاجات يعني. طبعا بقى هنكمل باقي البورتريه عادي جدا زي ما احنا حافظين ودارسين ومارسنا مع بعض كتير رسم البورتريه. يا ريت بجد يا جماعة الناس ترسم البورتريه ده، حلو قوي 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 يعني، حلو ومفيد وكله شايفين الملامح بدأت توضح ازاي خلاص بقى انت طلعت روح الشخصية اللي بتتعمل يعني. انت خلاص طلعت اللي انت يعني الشر اللي في الشخصية، او اللي هو عايز يقوله في الشخصية طلع معاك، ودي حاجة ممتازة ان انت تقدر تطلعها.
وبالمرة هيطلع معاك الشبه. لو انت همك موضوع الشبه جدا، وده انا ما انصحش بيه اي واحد بيبدأ رسم، لان انت مع الممارسة ومع الرسم الكتير هتقدر تلاقي نفسك ايدك لوحدها بقت اهو. بصوا خلاص، يعني انا الموضوع بسيط اوي يا جماعة، اهو شايفين. زي ما قلت لكم في البداية، انا هنا طبعا في المرحلة دي ما يهمنيش تفاصيل خالص، انا بدي كتل زي ما احنا تعودنا مع بعض. هنا الجزء ده من الوش متظلل فبظلله او مش واصل له ضوء. خلينا نقول ان الظل هو الجزء اللي مش ساقط عليه الضوء. شايفين؟ اه. نبدأ بقى ايه، خلاص انت حطيت الأعضاء الأساسية أو حطيت النسب والمقاسات، تبدأ بقى تكمل تشوف ايه اللي محتاج تقل عليه. تقل خلاص، اتأكدت انت من كل النسب والمقاسات بتاعتك. طبعا نراجع تاني. شايفين بدأ يوضح معايا ازاي؟ هبدأ بقى كل فترة أو كل شوية أتقل أكتر، أتقل على جزء أكتر، أتقل على جزء أكتر، وهكذا لغاية ما ألاقي البورتريه مكتمل. حابب ان البق ينزل شوية، ننزله شوية. ومن دي من حلاوة الرسمة يا جماعة، ان انت ايدك حرة. شفت ان حاجة محتاجة تنزل بتنزلها، حاجة تطلع بتطلعها، وهكذا اهو. شايفين؟ بس انا كان يهمني جدا اني اوصل لكم فكرة انك تطلع روح البورتريه اكتر. واخترت ملامح بسيطة جدا اللي هي الحواجب في البورتريه دوت، اللي هي موضحة قوي قوي الشخصية عايزة تقول ايه. فهمنا ان الحواجب منفعلة ازاي، وهو منفعل ازاي في الاكشن اللي هو واخده ده. وكل بقى ما نبدأ نتقل الموضوع يوضح اكتر يوضح اكتر، وهكذا اهو. شايفين؟ انا نفسي يا جماعه الناس ترسم وتورينا في كومنتات. انا شايف ان يعني الموضوع بسيط قوي. طبعا هنا في عضلات الجبهه او القوره طبعا ادت الشكل اكتر، يعني في شويه شعر لانها بتساعد، او هي بما اني وضع الحواجب عامل كده، فبالتالي عضلات القوره عضلات القورة اتكرمشت او اتطبقت حسب
وكل ما نيجي نديها تونات تاني البورتريه يظهر اكتر وهكذا. اهو شايفين عشان ما اطولش عليكم انا هكتفي بكده، لان انا شايف ان كده احنا طالما وصلنا اللي احنا او للهدف او للصوره اللي احنا عايزين نوصلها يبقى انت كده نجحت. واتمنى يكون الفيديو مفيد، ويا رب الناس ترسم وتورينا عشان نشجع بعض اكتر. يلا اشتغلوا وروني. شكرا.